42nd President of the United States. الرجاء الترحيب بالرئيس 42 للولايات المتحدة بيل كلينتون. شكرا. In the spring of 1971, في عام 1971 رزقني الله بابنه و on political and civil rights. She had thick blonde hair. كانت لها كان لها شعر أشقر وطويل هيلاري، وكانت شخصية جذابة. وبعد الفصل تبعتها وأنا أعتزم أن أقدم نفسي لها، وبشكل ما عرفت أن هذه الربطة لن تكون مجرد ربطة على الكتف. رأيتها عدة مرات في الأيام القليلة التالية ولم أتحدث معها، وفي ليلة كنت في المكتبة أتحدث مع زميل لي أراد لي أن أنضم إليه، وقال أنه يضمن وظيفة لي في مكتب محاماة. لم أكن مهتماً، كنت أريد فقط أن أعود إلى بيتي في أركنسا في ذلك الوقت. ثم رأيت الفتاة مرة أخرى تقف في الطرف الآخر من الغرفة، وأخيراً كانت تحدق في، وراقبتها وهي تغلق الكتاب، ثم بدأت في المشي باتجاهي. عبرت المكتبة وجاءت لي وقالت: إذا أردت الاستمرار في التحديق في، والآن أنا أحدق فيك، على الأقل علينا أن نعرف اسم بعضنا البعض. أنا اسمي هيلاري رادم، من أنت؟ وكان لدي انطباع رائع، صدقوني أنا للحظة أنا لم أستطع التفوه ببنت الشفا. وأخيراً بدأت في الغمغمة وذكرت اسمي وتبادلنا بعض الكلمات، ثم غادرت المكان. أنا غادرت المكتبة في تلك الليلة بهدف جديد في حياتي. ثم رأيتها بعد ذلك وكانت ترتدي فستانا أبيض قصيرا. قالت أنها تتجه للتسجيل في أحد الفصول. قلت سأذهب أيضا. وقفنا في الطابور وتحدثنا. كان علينا أن نفعل ذلك في ذلك الوقت. اعتقدت أنني أقوم بعمل جيد إلى أن وصلنا وسألوني: ماذا تفعل هنا؟ لقد سجلت اسمك في هذا الفصل هذا الصباح. احمر وجهي وضحكنا سويا وقلت: طالما أن هذا الغطاء قد انكشف فعلي أن
أدعوها للذهاب إلى متحف الفنون. ومنذ ذلك الوقت ونحن نتمشى سويا ونضحك سويا. لقد فعلنا هذا في أوقات سعيدة وأوقات عصيبة، وبكينا سويا هذا الصباح لأن أحد أصدقائنا الحميمين توفي هذا الصباح، وبنينا حياة من الذكريات. وبعد الشهر الأول وبعد المشية الأولى أنا في الواقع اصطحبتها إلى البيت لمقابلة العائلة والتعرف على البلدة التي ترعرعت فيها. تذكر كان هذا في فترة بعد الحرب العالمية الثانية في أمريكا، حيث معظم السكان كانوا من البيض. أحببت عائلتها، والدها محافظ، وكلهم أخوها كانوا يتحدثون عن فريق الدببة، فريق كرة القدم من ولاية إلينوي. أمها كانت مختلفة، كانت أكثر ليبرالية من الأولاد، وكانت طفولتها تجعل طفولتي سهلة. كان أسلوبها لطيفا، وذكرتني بالمقولة التي مفادها لا يجب أن تحكم على الكتاب من عنوانه. تعرفت هيلاري على العدالة الاجتماعية من خلال رجل دين اصطحبها للاستماع إلى الدكتور مارتن لوثر كينغ، وكانت هذه هي الحملة الوحيدة التي لم أحضرها. عندما ذهبت إلى الجامعة اضطرت إلى التغيير، أو قامت بتغيير انتمائها الحزبي كي تصبح ديمقراطية. وما بين الجامعة وكلية الحقوق ذهبت إلى ألاسكا لاصطياد السمك. وعندما قابلتها كانت منخرطة في المشاريع القانونية في كلية الحقوق، وأيضا قامت بالعمل خلال فترة الصيف في مقابلة العمال والمهاجرين في أحد المعسكرات، وكانت ضمن الحملة الخاصة بالسناتور والتر مونديل، وأيضا عملت على قضايا الإساءة للأطفال، وكانت منخرطة في عملها بحيث أنها قامت بالدراسة سنة إضافية للتعرف على ما يمكن أن تفعله لتحسين حياة الأطفال الفقراء. إذن كانت مصرة على معرفة كيف يمكن أن تجعل الأمور أفضل، وقد فتحت عيناي على عالم جديد من الخدمة العمومية من جانب المواطنين الخواص. وفي صيف 1982 ذهبت إلى ألاباما لزيارة بعض الأكاديميات التي تضم الطلاب البيض، وذهبت إلى إحدى هذه الأكاديميات تتظاهر بأنها زوجة، وكان هناك تبادل للنكات، وفي النهاية قالت دعونا نصل إلى الحقيقة، لو أنا سجلت ابني هنا هل سيكون في مدرسة لا يوجد فيها السود؟ قالوا نعم. وعادت
وكان هذه المقابلة جزء من النضال الذي قامت به لمنح أطفالنا فرصة الحصول على تعليم متساوٍ. ثم ذهبت إلى جنوب تكساس حيث قابلت واحد من قادة النقابات والذي ساعدها على تسجيل الناخبين المكسيكيين، وأعتقد أن البعض منهم لا يزال حياً للتصويت لصالحها في 2016. وفي آخر سنة في كلية الحقوق استمرت في العمل وذهبت إلى كارولاينا الجنوبية لمعرفة لماذا الكثير من الأولاد السود الشبان السود يدخلون السجون لسنوات في السجون التي تضم البالغين. وكتبت تقريرا عن هذا أدى إلى تغيير الأمور. دائما تقوم بعمل أشياء جيدة. دعونا نعود إلى عملنا. أنا كنت أحاول أن أجعلها تتزوجني وقت وعرضت عليها الزواج في أول رحلة لها إلى بريطانيا، وكنا على شواطئ بحيرة رائعة، وطلبت منها أن تتزوجني وقالت لا أستطيع ذلك. وفي عام 74 ذهبت للتدريس في كلية الحقوق، وذهبت هي إلى ماساتشوستس للاستمرار في العمل على قضايا الأطفال. وهذه المرة لمعرفة لماذا الكثير من الأطفال الذين سجلوا في الإحصائيات لا يذهبون إلى الدراسة، ورأت أحدهم في مقعد للمعاقين. كتبت تقريرا عن هؤلاء الأطفال، وهذا أثر على الكونغرس وجعله يتبنى في النهاية القرار الذي يسمح للأطفال المعاقين أو غير المعاقين بالحصول على فرصة متكافئة في التعليم. لقد رأيتم نتيجة هذا في الليلة الماضية. إنها لم تسخر أبداً من الناس المعاقين، ولكنها حاولت دوماً أن تمكنهم. في نفس الوقت كنت أحاول أن أجعلها تتزوجني. وفي المرة الثانية التي حاولتها قلت لها أريد منك أن تتزوجيني، ولكن لا يجب أن تفعلي ذلك. ابتسمت ونظرت إلي، ماذا يريد هذا الولد؟ وقالت هذه ليست طريقة لتسويق نفسك. قلت لها هذا صحيح وأنا كنت أعني ذلك. قلت أنا أعرف معظم الديمقراطيين في سننا الذين يريدون الدخول معترك الحياة السياسية، يقصدون ويتحدثون بطريقة جيدة، ولكن لا أحد منهم جيد مثلك ويفعل أشياء لإحداث تغير إيجابي في حياة الناس. إذن اقترحت أن تذهب إلى إلينوي أو أن تذهب إلى نيويورك وأن تخوض معترك الحياة السياسية. ضحكت وقالت هل أنت مجنون؟ لا أحد سيصوت لي. إذن أخيراً جعلتها تأتي لزيارتي في أركنسا، وعندما فعلت ذلك الناس في كلية الحقوق كانوا لديهم انطباع جيد وعرضوا عليها منصباً كمدرسة. وخاطرت، انتقلت إلى مكان غريب أكثر محافظة، ولكنها قامت بعمل جيد. وكان الناس يتساءلون من هي هذه وهل كان يجب أن تقبل هذه الوظيفة. لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لمعرفة من هي. إنها تحب التدريس وأصيبت بالإحباط عندما قال أحد الطلاب ماذا تتوقعين أنا مجرد شاب من أركنسا. قالت أنت تستحق.
وأنت قادر. وبدأت المساعدات القانونية الأولى في أركنسا ووفرت خدمات قانونية للفقراء. وفي يوم من الأيام كنت أرافقها إلى المطار كي تطير إلى شيكاغو، وقمنا بالمرور أمام بيت وقالت هذا بيت جميل، 11,000 قدم مربع وبدون تكييف في أركنسا الحارة. هيلاري علقت على هذا البيت الجميل، وبالتالي خطرت أنا بشأن هذا البيت. قرضي العقاري كان 175 دولار في الشهر. عندما عادت أخذتها وقلت لها هل تذكرين البيت؟ هل تذكرين البيت الذي أعجبك؟ عندما كنت في إلينوي اشتريت هذا البيت وعليك أن تتزوجيني هذه المرة. وكانت المرة الثالثة هي المرة التي وافقت فيها. وعندما تزوجنا في ذلك البيت الصغير في 11 من أكتوبر عام 75، وأنا تزوجت أفضل صديقة لي، وكنت منبهرا بعد 4 سنوات من وجودي بقربها، من ذكائها واهتمامها، وكنت آمل أن اختيارها لي ورفضها لنصيحتي بمتابعة حياتها العملية هو قرار لن تندم عليه أبدا. وبعد سنة انتقلنا إلى ليتل روك وأصبحت المدعي العام في الولاية. بعد ذلك بدأت مجموعة اسمها مناصري أركنسا للعائلات والأطفال، ويمكنك أن تسمع أن هذه المجموعة لا تزال نشطة. وفي 1979 وبعد أن أصبحت حاكما، هيلاري أصبحت رئيسة للجنة صحة لتوسيع الخدمات الصحية وتوصيلها إلى المناطق الزراعية والجبلية، وأوصوا عمل ذلك عن طريق وضع ممرضات متمرسات لتوفير الرعاية الصحية في تلك الأرجاء. وكان هذا موضع جدل، وكان لدي إحساس بأن ما فعلته لباقي حياتها هو ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون منطقيا ويساعد الناس. لم يكن الشيء الكبير الوحيد الذي حدث ذلك الربيع، اكتشفنا أننا سنكون والدين. ومر الوقت. في 27 فبراير 1980، 15 دقيقة بعد عودتي من مؤتمر للحكام، جاءتها علامات الوضع وانتقلت إلى المستشفى، وتشيلسي ولدت قبل منتصف الليل. وكان هذا أعظم لحظة في حياتي، معجزة البداية الجديدة. وهناك فجوة ملئت في حياتي لأن والدي توفي وأنا صغير. وفي 17 عاماً التالية، ومن خلال كل مراحل الحياة لتشيلسي ومعسكرات الصيف والعطلات، وتشيلسي لها طموحاتها، ومن حفلات الهالوين إلى البيت الأبيض، هيلاري أولاً وأخيراً كانت أم، وأصبحت أو قالت
أنها محاربة ولدت ولديها جين إضافي أو كروموزوم إضافي. وقالت أنني خاطرت عندما أخذت تشيلسي وشاهدنا 6 أفلام تحت عنوان أكاديمية الشرطة، وأصبحت أصغر حاكم سابق في تاريخ البلاد. هيلاري كانت عظيمة. قالت ماذا سنفعل؟ هذا ما سنفعله، ستحصل على عمل وسنتمتع في كوننا والدي تشيلسي، وإذا أردت أن تخوض الانتخابات عليك أن تقول للناس لماذا خسرت وأن تطرح أفكار جديدة. ثم حصلت على وظيفة وأمضينا 2 سنوات رائعتين مع تشيلسي، ثم بعدها تم انتخابي لمنصب حاكم أركنسا. تجربتي هي أن من الجيد أن أتبع نصيحتها، وحياتنا أصبحت رتيبة. وفي 83 ترأست لجنة لتحديد معايير التعليم كجزء أو كاستجابة لقرار من المحكمة يتعلق بأموال المدارس، حيث اكتشفنا أن التمويل كان هو الأسوأ، ولجنتنا كانت تغطي 75 مقاطعة وقامت بوضع توصيات طموحة، مثلا أن نكون أول ولاية تتطلب وجود مرشدين في كل مدرسة، لأن الكثير من الأطفال أو التلاميذ كانوا يواجهون مشاكل. دعوت المجلس التشريعي على أمل اعتماد التشريعات واعتماد الضرائب اللازمة. كان هذا صعبا، ولكن المسألة أصبحت أكثر سهولة عندما تحدثت هيلاري أمام اللجنة، ورئيس اللجنة التفت إلي وقال يبدو أننا انتخبنا الكلينتون الخطأ، بمعنى كان من الأجدر انتخاب هيلاري وليس بيل كلينتون. أصبحنا واحدة من أهم الولايات في هذا المجال بفضل هيلاري كلينتون. الآن بعد هذا بـ2 سنوات هيلاري قالت لي عن برنامج للمدارس تم تطويره في إسرائيل، وهي تعليم أولياء أمور الأطفال الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، تعليمهم القراءة والكتابة. قالت أنها اتصلت في امرأة بدأت البرنامج في إسرائيل وستصل إلى هنا بعد 10 أيام. ثم بدأت في الذهاب إلى حفلات التخرج، وكانت تجرني إلى هذه الحفلات، أشاهد الوالدين الذين كانوا يبكون لأنهم لم يعتقدوا أن بإمكانهم أن يعلموا أطفالهم كيف يقرؤون. بعد 20 عاماً هذا البرنامج لا يزال موجوداً، وهناك بالغين في أمريكا لا يعرفون أن هيلاري لها ضلع في هذا. فعلت كل هذا وهي تعمل عملاً كاملاً، وكانت أماً وتتمتع ونتمتع بحياتنا. إنها قائدة طبيعية ومنظمة طبيعية، وأفضل مغيرة لأفكار الناس عرفتها طوال حياتي. هذه نقطة هامة جدا، هذه نقطة هامة أن تخرجوا بها من هذا المؤتمر. لو كنتم تؤمنون بإحداث التغيير من القاع إلى أعلى،
فأنتم تعرفون أن هذا صعب، والبعض يعتقد أن هذا سخيف. خطابات مثل هذا رائعة، ولكن العمل هو الشيء الشاق. البعض لا يريد أن يتغير. لو كنتم موجودين لفترة طويلة تعرفون ذلك، وهي بالتأكيد هي استثمرت في كل عام من حياتها لجعل حياة الناس أفضل. أقول لكم التالي: لو كنتم أنتم تجلسون حيث أجلس أنا وسمعتم ما سمعته أنا، وكل محادثة على طاولة العشاء أو الغداء أو كل مشوار، لقلت أن هذه المرأة لم يعجبها أبداً الوضع الحالي، فهي تريد دائماً التحرك إلى الأمام. هذه هي طبيعتها. وعندما أصبحت رئيساً مع الالتزام بإصلاح الرعاية الصحية، كانت من الطبيعي أن تترأس مجموعة إصلاح الرعاية الصحية. هيلاري وفوراً ذهبت للعمل لحل المشكلة واحدة أو المشكلات واحدة وراء الأخرى، والأهم لديها كان إعطاء التأمين الصحي للأطفال بدون رعاية صحية. والكونغرس قام باعتماد هذا، وكان هذا جزءاً من برنامج الرئيس أوباما، وأكثر من 8 ملايين طفل استفاد من هذه، من مشروع القانون هذا. وفي 87 و89 انضمت إلى قائد الأقلية توم ديلي، والذي ربما كان يكرهني أكثر من جينغريتش، وعملوا على مشروع سوياً لرعاية الأطفال في الأسر والعائلات البديلة. لقد كرمت الأطفال من خلال ذلك، ومشروع القانون هذا تم اعتماده بأغلبية من الحزبين، وأدى إلى زيادة معدلات تبني الطلاب من الأسر التي كانت تقوم بالرعاية المؤقتة لهم. الآن عندما تفعل كل هذا، الحياة العادية لا تتوقف. في عام 97 تشيلسي أنهت الدراسة الثانوية وذهبت إلى الجامعة. كنا سعداء لها، ولكن هذا كان يوما حزينا لنا. ولا أنسى اليوم الذي صاحبتها فيه إلى السكن الداخلي في ستانفورد. كنت هناك واقفا أنظر عبر الشابكة، وكانت هيلاري على يديها وركبتيها تبحث عن الدرج الذي تضع فيه الورقة تحت الملابس. وأخيرا تشيلسي أصبحت هي المسؤولة وقالت لنا بلطف: حان الوقت كي تغادروا. وهكذا أغلق فصل في أهم جزء من حياتنا. وكما ترون يوم الخميس عندما تتحدث تشيلسي، سترون أن هيلاري قامت بعمل جيد كأم. ورأيتم في الليلة الماضية كذلك قامت ميشيل أوباما بدون أي شك بعمل رائع. في عام 99 النائب تشارلي رانجل وديمقراطيون آخرون حثوا هيلاري على خوض الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ. هذا لم يخطر على بال أي منا. هيلاري لم تخوض الانتخابات من قبل، ولكنها قررت أن تجرب ذلك، وبدأت حملتها الانتخابية عن طريق الاستماع والتعلم كما تفعل دوما. وتم انتخابها لشغل
الكرسي الذي شغله في يوم من الأيام أحد أفراد عائلة كينيدي البارزين. ولم تخذلهم أبدا. السنوات الأولى كانت تهيمن عليها أحداث 11 سبتمبر، وكانت تشرف على عمليات منح تعويضات للضحايا والمستجيبين الأوائل، وأصبحت أول سيناتور في تاريخ نيويورك تخدم في لجنة القوات المسلحة. إذن كانت تريد التأكد أن العسكريين لديهم المعدات المناسبة. قامت بتوسيع الرعاية الصحية لأعضاء الحرس الوطني، وعملت مع السناتور داد للعناية بالجنود الجرحى وتوفير الرعاية الصحية المكثفة لضحايا الإصابات الدماغية، وأيضا إعداد الأطفال لمواجهة التحديات. نيوت جينجريش كان في تلك اللجنة وقال لي أنها قامت بعمل عظيم. أقول هذا لأن لا أحد تعامل بجدية مع رجالنا ونسائنا يعتقد أنهم كارثة، بل هم كنوز وطنية لنا جميعا. الآن في نفس الوقت جمعت سجلا قويا في القضايا الاجتماعية، أصبحت مسؤولة التنمية الاقتصادية الفعلية لمنطقة نيويورك خارج مدينة نيويورك. عملت من أجل المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمدن والمناطق الريفية التي تحتاج إلى أفكار جديدة واستثمارات لتوفير الوظائف، وهذا شيء نحتاج أن نفعله من جديد في أمريكا الريفية وفي قطاع التصنيع. وكان هذا سباقا صعبا بالنسبة للرئيس أوباما في 2008، وقد عملت من أجله ولم تتردد في قبول منصب وزاري لأنها كانت تحب نيويورك، ومثلي رفضت الانضمام إلى إدارته في 2008، ولكنه مثلي كان عليه أن يطلب ثانية وثالثا. وزيرة الخارجية كوزيرة الخارجية عملت بقوة لفرض عقوبات على البرنامج النووي الإيراني، وجعلت روسيا والصين يدعمون أمريكا في هذا، وبدأت في اتفاقية جديدة مع روسيا للتفتيش، وجعلت ثلثي مجلس الشيوخ يوافق على اعتماد هذه الاتفاقية. ومن كمبوديا إلى الشرق الأوسط عملت من أجل الحصول على وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة وحماية السلام في المنطقة، ودعمت قرار الرئيس أوباما بملاحقة أسامة بن لادن، وأطلقت فريقا هذا مهم جدا اليوم، الفريق الذي كافح الإرهاب على الأرض وبنت جهدا عالميا لمكافحة الإرهاب، وعلينا أن نفوز في هذه المعركة. وضعت التغير المناخي في مركز السياسة الخارجية، وتفاوضت على أول اتفاق على الإطلاق بالنسبة للصين والهند، التزمت لأول مرة، وكما كانت تفعل منذ أن ذهبت إلى بكين عام 95، وقالت أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة. لقد عملت لتمكين النساء في كل أنحاء العالم،
أقدمت على نفس الإعلان أيضا بالأصالة عن أعضاء في المجموعات المثلية في أمريكا. لا أحد يتحدث عن هذا كثيرا، لا أحد، ولكن هذا مهم بالنسبة لي. ضاعفت عدد الناس المصابين بالإيدز في الدول الخارجية والذين أنقذت حياتهم، وعمليات إنقاذ الأرواح هذه لم تكلفنا أي مبالغ مالية. أنتم لا تعرفون هؤلاء الناس، لا تعرفون أنها ساهمت في إنقاذ حياة 3.4 مليون نسمة. إنهم يعرفونكم، لهذا السبب موافقة أو شعبية الولايات المتحدة في إفريقيا كانت أكثر بعشرين نقطة مما كانت عليه. الأشياء التي سمعتموها من المؤتمر الجمهوري، ما هو الفرق عندما أقول كيف تميز بين الاثنين؟ أحدهما حقيقي والآخر اصطناعي. عليكم التقرير. عليكم التقرير أي منهما حقيقي وأي منهما مزيف. الأول قام بعمل تغيير حقيقي أكثر مما قام به أي مسؤول منهم في حياته. الحقيقي، لو رأيتم صديقتها من إلينوي، لقد قامت بعمل صداقات وكافحت من أجل الشخص الذي يعرفونه، الشخص الحقيقي، وحصلت على الدعم من كل الناس الذين عملوا معهم. الحقيقي يتصل بكم وأنتم مرضى وأولادكم في مشكلة، وعندما تكون هناك وفاة في العائلة. الحقيقي هو الذي حصل على المديح من كبار الجمهوريين عندما كانت في مجلس الشيوخ ووزيرة للخارجية. لو فزتم في الانتخابات على أساس أن الحكومة دائما سيئة، فإن صانع التغير الحقيقي يمثل صديقا حقيقيا. إذن خياركم الوحيد هو خلق شخصية كرتونية أو بديل كرتوني. الكرتونز، الرسومات الكرتونية، هي أشخاص من بعدين، ويمكن أو الكثير من الناس يعتقدون أنها مملة. هذا جيد لكم، لأنه في وقت مبكر من هذا اليوم قمتم بترشيح الشخص الحقيقي. علينا أن نعود إلى الجدول. لقد عشت حياة طويلة ومباركة، وانطلقت هذه الحياة عندما وقعت في حب هذه الفتاة في 71. عملت بجدية لمنحكم السلام
والرفاهية وأمريكا التي يكون فيها الجميع مرئيا. هذه المرة هيلاري مؤهلة لانتهاز الفرص وتخفيض المخاطر، وهي لا تزال أفضل مغيرة للأمور عرفتها في حياتي. يمكن أن تلقي فيها في أي مشكلة، وعد بعد شهر وبطريقة ما ستكون قد جعلت الأمور أفضل. هذه هي طبيعتها، وهناك استجابات واضحة للتحديات، ولكن لن نصل إليها إذا أخطأت أمريكا في الاختيار هذه الانتخابات. لهذا السبب عليكم انتخابها، لأنها لا تستسلم عندما تصبح الأمور صعبة. ذهبت معي إلى ويست فيرجينيا، وذهبت وقلت لعمال المناجم أنا جئت إلى هنا بالنيابة عن هيلاري كلينتون التي ستقوم بتحسين أوضاعكم. لو كنتم تحبون هذه البلاد وتعملون بجد وتدفعون الضرائب، يجب أن تختاروا الإصلاحات في قوانين الهجرة على شخص يريد إعادتكم. لو كنتم مسلمون وتحبوا أمريكا والحرية وتكرهون الإرهاب، ابقوا هنا وساعدونا على الفوز وجعل المستقبل أفضل. وإذا كنتم من الشبان السود ورأيتم ما حدث في دالاس وكيف يمكن للشرطة أن يكونوا عظماء ساعدونا في بناء المستقبل وحماية مستقبلنا. هيلاري سوف تجعلنا أكثر قوة سويا، تعرفون هذا لأنها أمضت وقتا طويلا في عمل هذا الشيء. آمل أنكم ستفعلون ذلك، آمل أن تنتخبوها. أولئك منا الذين يهتمون بأطفالنا وأحفادنا، لهذا السبب يجب أن تنتخبوها، لأنه في أعظم دولة في العالم كنا دائما نركز على الغد، على الأطفال والأحفاد. سوف يباركونكم إلى الأبد. بارك الله فيكم وشكرا.